اصلي عندهم كده ايه. خلي الشيخ اتفضل يا دكتور. حاضر يا دكتور من عينيا. وحش الوحوش السلمونة بقى لازم اهم حاجة ممتاز. ده حاضر ده اكيد. حاضر يا دكتور. ما انا بجيب هنا وبظبط. لا خليه شغال فيديو. انا بصور حضرتك يا معلم الوحش برضه. الوزير بتاعنا. بص حضرتك انت في الفيديو بالظبط كده. ربنا يديك الصحة. ما هي هتاخد صورة دلوقتي من فوق كاملة. روعة يا دكتور والله. خلي بالك يا دكتور عشان الصخور تحتك. ربنا يديك الصحة يا رب. انا بجيب منظر طبيعي وبنزل تحت على طول. يا شباب يا ريت اللي يوصف الطبقه دي ما ينساش السقوف دي يقول لي عليها. المجموعه بقى اللي منتظر اللي هتقول السقوف دي عباره عن ايه. وانتوا شغالين الطبقه دي يا ريت ننوع على دي من الحاجات المهمه. مش هقول فجأة حاجة كبيرة يعني. أنا حاسة حاجة كبيرة خالص.